سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين يا رب. كل سنة وانتم بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبة يا حنان. وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا حمادة. كل سنة والسادة مشاهدين لينا على قناة اليوتيوب وقناة ماي لايف بألف خير. يا رب تكونوا بخير، ولو احنا فوق او ربنا بيكرمنا ففضل الله ثم وجودكم معانا. عشان كده حنان هتشرح لكم احنا عاملين برنامجنا ايه في رمضان. طيب احنا من النوع اللي بيحب الذكريات قوي وايامنا القديمه والايام الحلوه دي، قلنا نعيشكم في كام يوم كده حلوين من ايام رمضان بتاعت ذكرياتنا بتاعت الطفوله بتاعت سن 12 سنة و 15 سنة أيام الفوازير والقصة دي. فعملنا لكم مسابقة حلوة جدا تفرحوا بيها في رمضان معانا، وإحنا كمان نفرح بيكم وبتحياتكم. مع الوصفة معانا كل يوم وصفة وفزورة، بس اللي أحلى من الوصفة والفزورة إن إحنا معانا الهدايا دي يا باش مهندس محمد. معانا الهدايا دي، معانا اتنين عجاب ومعانا هاند بلندر كينوود الهدايا دي، ومعانا كمان هدايا تانية في نص رمضان هتبقى مفاجأة بالنسبة لكم وهتبقى حاجات حلوة جدا بإذن الله. طيب احنا بس بسرعة كده عايزين نشرح الشروط بتاعت الفزورة. اول حاجة ان اللي هيشترك معانا في فوازير رمضان لازم يكونوا من مشتركين قناة الشيف محمود عطية، لازم يكونوا بيشيروا لنا فيديوهات خلاص، واهم فيديو بنشيره فيديو الفوازير عشان الكل يعرف ويشترك فيديو البرنامج الرمضاني. طيب الفوازير عبارة عن 30 فزورة. احنا قلنا بدل ما نقسم لكم الفوازير 30 فزورة، بدل ما نديهم لكم دفعة واحدة ونتلخبط في الجوائز وفي اخر الشهر تبقى الاعداد كبيرة قوي، هنعملهم على 3 مراحل. اول 10 ايام ب10 فوازير هنحلهم ونبعتهم فيكم منت واحد بس، وتاني 10 ايام اللي هم من يوم 11 ليوم 20 برضو ال10 فوازير وهنحلهم في كومنت واحد، واخر 10 ايام اخر 10 فوازير اللي هم من يوم 21 ليوم 30 رمضان. واحنا عملنا لكم الحلقات مقسمه بالشكل ده، هيبقى معانا اول فايز بالعجان وتاني فايز بالعجان التاني، وهنختم بالهاند بلندر. خلاص تمام. نقطه مهمه جدا عايز اعرفها لكم، الفايز الاول يوم من يوم 10 بنبعت حل الفوازير العشرة الأوائل، مش هتبقى النتيجة تاني يوم، عندنا 5 أيام فرز عشان نفحص بما يرضي الله ونسجل الأسامي كلها، بس هو يوم واحد اللي هتبعته فيه الإجابات اللي هو يوم 10. عندنا 4 أيام فرز. يوم 15 بنروح أنا وحنان شركة التوحيد في العتبة عند ياسر، ومعانا العجان عشان نسلمه لأول فايز، ومعانا محمد هنسلمه الاول فايز هناك، والله ما نعرفه هو وهيتصور ويطلع معانا على القناه عشان كلكم تعرفوا ان في مصداقيه في الكلام. من غير ما هي بصوا، لو الانسان ما عندوش مصداقيه طول حياته ووحش وعفوا كذاب وغير صادق، تعالى في رمضان وقف. انا عامل الحاجات ديت محبه ونعيش جو فوازير وحاجات حلوه كتير مع بعض. انا يهمني الوصفه ويهمني حضراتكم بس مش اكتر. كمل يا حنان. اكمل ايه؟ طيب يبقى عندنا يوم 15 بنسلم الفايز الاول هاخد 4 ايام فرز، عندنا يوم 25 الفايز الثاني هاخد 5 ايام فرز، عندنا 5 يوم العيد هندي الهاند بلندر بياخد 5 ايام فرز عشان بما يرضي الله. تمام. ازاي هنطلع الفايز؟ الفايز بنكتب كله في عشان تبقوا عارفين. احنا هنحط فيديو صغير جدا يوم 10 رمضان بعد صلاه العشاء. لا بس مباشر. لا مش هينفع. لا مش هينفع. لا مش هينفع. هقول لك ليه بس مش هينفع. ليه بقى؟ ليه؟ عشان انا مش هلحق اكتب تعليقات البث المباشر، انا عايزه تعليقاتهم في الفيديو سابقا. انا ليه بقول بث مباشر؟ ان في بطرمان في مثلا سين 50. لا ده الفرز. الفرز لا. طيب ناخد من الاول، معلش الشيف اتلخبط. احنا الحلول هناخدها ازاي؟ يوم 10 رمضان هنحط فيديو صغير جدا، حضرتك هتحطي فيه التعليق باجابه ال10 فوازير، لازم يكونوا العشرة صح، لازم يكونوا العشرة بالترتيب من 1 ل10 بالترتيب، حلقة 1 كذا، حلقة 2 كذا، يعني تكتبهم لي ورا بعض ال10 كلمات اللي هم ال10 إجابات،
وانا هسجل اسمك ان ده كده انت جاوبتي صح في ورقه. هجمع ورق الاجابات كلها ولتكن 1000 2000 ورقه زي ما يكون، وقدامكم السحب هيكون في بث مباشر، ومش انا ولا هو اللي هنسحب، احنا هنحط الورق كله قدامنا وهنجيب محمد هو اللي يسحب. لا مش محمد، هنعمل زي كمال الشناوي في فيلم الارهابي، هنجيب اي عيل مش من على البلاصه من قدام مصر. تعالى هنا، شفت كمال الشناوي عمل فيه ايه؟ خلاص هنأجر اي طفل صغير لمده ربع ساعه يختار، وهنفرز لكم كل الاسامي اللي موجوده هي مين كمان والاسامي مين، ربما يكون اسم واحد. معلش انا مش بشكك، لو 99% حلوين جدا، في 1% لازم يبقى عامل زي الشريك المخالف اللي هو الناشط السياسي. لا لا ملناش دعوه، اللي بيسيب تعليق وحش ملناش دعوه بيه، اللي بيشكك في مصداقيتنا ملناش دعوه بيه، اللي بيقول الوصفه مش مظبوطه ملناش دعوه بيه، احنا شغالين في خط مستقيم بيننا وبينكم ربنا عز وجل، لان احنا بنعمل بضمير جدا جدا جدا. يعني لو حاجه اتحرقت مننا بنقول اتحرقت، لو حاجه باظت بنقول باظت، لو طريقه حاجه مش مظبوطه ما بنطلعهاش، عشان احنا متحملين مسؤوليتكم امام ربنا عز وجل. طيب فلازم تكون الحاجه مظبوطه. المسابقه دي كده شروط مسابقه، يبقى لازم تكوني حضرتك مشتركه عندي في القناه. تمام، وده يشرفني طبعا وليا جزيل الشرف، وتشير لنا فيديوهات نمره 2 من شهر الفيديوهات، وده مش اجباري. واهم فيديو تشيروه فيديو المسابقه عشان كل الناس تعرف وتشترك معايا. مش اجباري اللي انا اقول لك شيري قد ما اجباري اقول لك بس تبقي عندي في القناه، دي شروط المسابقه. الحاجة التانية بنحط كل الأسامي في علبة أو بطرمان، وبيجي طفل أي طفل مش ابن محمد كمان بيختارها، ونقدر نفرز جميع الأسامي وإحنا على بث مباشر بما يرضي الله. بس كده وصلنا لفين؟ هيكون بعد صلاة العشاء، هنحدد المكان، سين إحنا اخترنا الإنسان هجيبوه منين؟ افرض إنه من تونس أو المغرب أو الجزائر أو ليبيا أو السودان، ده أخونا فاز معانا فلان، ما نعرفش هو فين ومنين. انت من السودان، طب ممكن تتواصل معايا على الخاص، اتواصل معايا على الخاص، اتاكدت ان هو اكيد بكلمه بالتليفون، ممكن ابعته لك عن طريق حد اتبرع بيه، يمكن يكون حد مقتدر اتبرع بيه، هقول لكم يا جماعه وانت اكتب كومنت ونتبرع. حلو، كل شيء محلول. حلو قوي. دلوقتي احنا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. اهم من القصه دي كلها بقى، واهم من تجهيزات رمضان اللي احنا كلنا عمالين نجهز فيها، انا عايزه اقول لك انا بجهز تجهيزات رمضان قبليها بكام يوم لسبب واحد بس رئيسي، ان يبقى عندي وقت اختم كل يوم جزء من القران قرايه، اختم صلواتي بما يرضي الله انتبه لها. يعني مش هقول لك كلنا طول الوقت بنبقى مستعجلين نصلي عشان نشوف ايه اللي ورانا في البيت، لا، ما انا هفضي نفسي عشان اصلي وانا نفسي مطمئنه وهاديه، وربنا يا رب يكتب لنا الرحمه والمغفره والعتق من النار في الشهر الكريم. جهزي ركن في بيتك للصلوات، خلاص في المصليه بتاعتك، في اسدال الصلاه، في القران الكريم المصحف، وفي السبحه لو انت من اللي متعوده يسبحوا على سبحه او معاكي ايديك اللي بتسبحي عليها، دايما تبقي جاهزه للشهر الكريم. هقول لك بتشجعي نفسك، بتشجعي نفسك ان انت تلتزمي بنسبه 100%، لان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يا رب يا رب صيامكم مقبول وصلواتكم مقبوله باذن الله. بنشكركم جدا، يا رب دايما دايما يا رب احنا نكون عند حسن ظنكم، شغلنا عند حسن ظنكم، وصفاتنا تكون عند حسن ظنكم، نقضي شهر كريم مع بعض، ما يحرمكمش من اي عزيز، ما يحرمكمش من السعاده كلها زي ما بتملوا الدنيا علينا سعاده انا وحنان واولادي. انا بشكركم جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. بتمنى يكون برنامجنا هيعجبكم في رمضان ان شاء الله، وبتمنى تكون حلقاتنا اللي قبل رمضان كلها بتعجبكم، بنتمنى دايما تكونوا استفدتوا مننا ولو معلومه صغيره. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير وبصحة وسعادة. سلام عليكم. سلام عليكم.